لسه معاكم في يوم سعيد، وطبعا بنكون في متابعه مستمره مع حضرتك كل الاحداث وكل التطورات وكل شيء ممكن يكون بيشغلنا كلنا. ومؤخرا طبعا خلال الساعات اللي فاتت كان في يعني وقبل ساعات يعني كان في تحذير من واحد من علماء الزلازل الهولنديين، حذر من حدوث تسونامي في منطقه حوض البحر المتوسط. ده احدث حاله من الجدل، حاله من القلق ما بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي. بالتزامن مع ده كمان حصل زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر في جزيرة كريت اليونانية. عالم الزلازل الهولندي حذر من حدوث كارثة كبيرة بمنطقة حوض شرق البحر المتوسط. هنتكلم عن الجزئية دي ونوضح الأمور علميا مع أهل التخصص، ونشوف فعلا إزاي ممكن ظواهر زي دي تأثر التغيرات المناخية. أمور كتير يعني ربما يكون فيها مصطلحات، فعايزين نبسطها ونوضحها لينا كلنا مع دكتور علي قطب أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق. أهلا بك يا فندم. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا أستاذ عولة، والحقيقة يعني سعيد. شرف لي أن أكون في قناة الشرف. أهلا بك، شرف لينا ومنورنا في يوم سعيد يا دكتور. خلينا ناخد الموضوع من الآخر وبعدين نروح لفكرة التغيرات المناخية اللي هي شريك أيضا في تنبؤات هذا العالم اللي أصبح للأسف الناس بتصدقه، لأنه توقع قبل كده حدوث زلازل كبيرة يعني بمقياس ريختر وحصلت، وأحيانا توقع ولم يحدث. لكن اللي يخصنا دلوقتي ان بقالنا فترة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بيتكلموا على تسونامي في البحر المتوسط. قبل ما يحصل هذا الامر حضرتك طبعا هتشرح لنا انه ليه متطلبات تحصل قبله طبيعية يعني فيحصل هذا التسونامي، فوضح لنا الفكرة الاول، وهل احنا في منطقة البحر المتوسط وارد ان يحصل عندنا ده ولا لا؟ طب خلينا الاول نوضح بخصوص العالم الهولندي اللي أشيع توقعاته عن الزلازل. هذه ليست حقائق علمية. أستاذ أحمد في الأول قال أن في زلزال بمقياس 5.2 ريختر، ده كان توقع. لازم نفرق ما بين التوقع والحدوث اللي هو مرصود، اللي هو رصد. الرصد ده حاجة حقيقية. تمام. في الزلازل لن ولن بأكد اهو تستطيع دولة بعينها مهما وصلت حتى الآن من علم أن تتوقع بالزلازل. ما اليابان حزام زلازل وما عندهاش أي توقعات. الله يفتح عليكي، أكبر دولة متأثرة بالزلازل دولة اليابان، وليس لديها أي برامج للتوقع بالزلازل. يعني ما تقدرش تقول بيشتغلوا على فكرة الإجراءات ما بعد وقوع زلزال. بالظبط كده. وهو ده لغاية دلوقتي ليه ده اللي بيقول إن هيبقى في زلزال بقوة 5 ريختر أو 2 ريختر ويحدث بعد 24 ساعة أو في المنطقة الفلانية. حزام الزلازل معروف، ده بيبقى اسمه تنجيم. إيه الفرق بين التنجيم والتوقع؟ التوقع بناء على معلومات. حضرتك هتسافر من هنا للإسكندرية في طريق طوله 300 كيلو بسيارة حديثة، سرعة السيارة هتبقى كذا كذا، عندك كل الداتا والبيانات، فبالتالي هتقول أنا هوصل بعد ساعة بعد اتنين. لكن لو ما فيش أي بيانات عن الطريق ولا مسافته ولا قوة العربية ولا الطراز بتاعها ولا 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 انت المؤاخذة ولا انت سواق، طب هتقدر ازاي؟ هو ده اللي بيعمله العالم الهولندي اللي أشيع وبقى ترند على السوشيال ميديا. واحنا هنا بنصدق على طول في السوشيال ميديا، ان طلع واحد وكتب تلاقي 50,000 واحد شير. هي دي مشكله السوشيال ميديا، يعني مش الحقائق لازم تكون بناء على علم. عشان كده حضرتك معانا علشان نتكلم بعلم ونتكلم بوضوح اكتر. فكره الزلازل ومنطقه البحر المتوسط، هل هي منطقه حزام زلازل زي ما بيتقال علميا ان ممكن يحصل زلزال؟ وجود البركان اللي في ايطاليا اللي كان يعني اثير من الفتره القريبه جدا ليه دخل بفكره حدوث تسونامي؟ وده تسونامي وده اللي حصل على وسائل التواصل الاجتماعي، ان الترويج بمعلومه صحيحه مقابل جملتين غير دقيقه علميا، فالناس بتصدق. يعني ما برضو يعني الربط الناس ما بين معذوره الأمرين. برضو الناس معذوره، ما احنا لازم مش متخصص. وبعدين يعني ايه تسونامي برضو؟ يعني الناس لازم تاخد كل حاجه. تسونامي ده حصل لما كان في زلزال في اندونيسيا في 2003 وسرعه الرياح تجاوزت، ده كان الزلزال مع اعصار يعني الاثنين مع بعض،
سرعة الرياح وصلت لسرعات قوية جدا وارتفاعات الأمواج وصلت لأكثر من 30 متر فأدى إلى غرق العديد من المدن في هذه المنطقة. فهل ده ممكن يحصل في البحر المتوسط؟ لا، البحر المتوسط غير المحيط، دي حاجة. الحاجة الثانية، وارد يحصل ارتفاعات وتيارات بحرية في منطقة البحر المتوسط. إذن لما يحصل مش هنقول تسونامي، ارتفاعات للأمواج ممكن تبقى 4 متر 5 متر وده بيبقى في عرض البحر، عمرها ما بتبقى على الشواطئ. حضرتك يا أستاذ علا أشرت إلى البركان الذي نشط في مدينة صقلية جنوب إيطاليا. البركان ده موجود بينشط ويبقى خامل وينشط، هو نشط دلوقتي بقاله قرابة حوالي شهر ونص، وبالتالي هو بينشط ويرجع تاني بينشط ويرجع. ايه مشكلة البركان في قلب المياه؟ البركان عبارة عن نار، رماد بركاني بيطلع له تأثير على على المياه وعلى اليابس والتضاريس وعلى الطائرات. تمام. لأن الرماد البركاني ده بيرتفع إلى ارتفاعات قد تصل إلى 6 كيلو اللي هو مجال الطيران، وبالتالي لما بيكون في نشاط ليه بيمنع في المنطقة دي المرور من فوق هذه المنطقة. هيأثر على الرؤية بالنسبة للطيران؟ لا مش هيأثر على الرؤية، ده كمان رماد بركاني يعني بيقفل النفسات بتاعة الطيارة، يعني ممكن يقلب طيارة. صح. فده بيبقى رماد بركاني مشكلة كبيرة جدا، وبالتالي هيئة الطيران المدني الدولية الإيكاو بتدي في المنطقة دي ممنوع حظر المرور فوق الرماد البركاني ده. تمام. له مدى منطقة، أي رماد بركاني له منطقة وحيز، وبالتالي تأثيره على المية إيه؟ إنه النهاردة بيطلع منه معادن، المعادن دي درجة حرارتها بتبقى زي السائل تصل ل 200 درجة مئوية، وبالتالي بتبقى موجودة في قلب المية. درجة حرارة المية نفسها بتبقى 20 درجة مئوية في البحر المتوسط، لأن كل بحر له معدل في درجة الحرارة بتاعه. يعني البحر الأحمر معدله أعلى من البحر المتوسط، البحر الأحمر لأنه منطقة مدارية، فدرجة متوسط درجة حرارة البحر على مدار العام بتبقى من 25 درجة ل 26 درجة في الشمال، لكن البحر المتوسط من 22 ل 24 درجة مئوية، ده درجة حرارة سطح المية، لأن البحر له طبقات، طبقة سطحية وطبقة وسطى وطبقة عميقة. ولما السوائل المنصهرة دي بتيجي على البحر بترفع درجة حرارة، بترفع بيبقى فرق درجات الحرارة ممكن تعمل تيارات بحرية في المنطقة ديت. طب هي تعمل الطيارة يعني، حتى احنا بنتكلم في تأثير موجود في درجة حرارة وحاجات موجودة في القاع، هل بيكون ليها تأثير ان احنا نشوف بقى امواج ضخمة؟ ما هي بتطلع على سطح المية فبتبقى ليها امواج وطيارات بحرية في المنطقة ديت. الطيارات البحرية دي بتحدث نتيجة حاجات عدة اسباب، اما مد وجزر، اما في منخفض جوي موجود وقوة المنخفض دي لو عميق تبقى نشاط رياح قوي، اما ان في طبقات الجو العليا فيها عمود الهواء في كتله هوائيه شديده البروده مع كتله ساخنه تحت بيحصل تكون سحب فبيعمل تيارات بحريه. اشياء كثيره جدا. طب هو هل مع التغيرات المناخيه اللي احنا بنعيشها في الفتره الحاليه دكتور حصل اي تغير في بركان صقليه فخلى درجات الحراره اعلى، ان نشاطه يكون ازيد، انه يؤثر بشكل مختلف عن ما كان يحدث قبل كده في ثورانه؟ يعني برضو علميا هل الامر فيه اي تغير حاصل بالقياسات اللي كانت قبل كده؟ القياسات اللي قبل كده ان النشاط البركاني هو النشاط البركاني بيخمد ويطول، ده انه طاقه كامنه في باطن الارض، بس لكن ما تغيرش في اي حاجه، ملوش تاثير عن التغيرات المناخيه. التغيرات المناخيه دي ما فوق سطح الارض الى طبقات الغلاف الجوي، ولكن هل بنتوقع بيه نقدر نرصده مستقبلا؟ ممكن، ولكن التوقع بيه ينشط السنه الجايه ولا اللي بعده، دي طاقه في باطن. والا لو انا عندي بيانات واجهزه ترصد داخل باطن الارض بهذه البعد من المسافه كنا قدرنا نتوقع بالزلازل. ولكن هو من عند ربنا نعمه كبيره قوي انه بيقلل من القوه الكبيره نتيجه حركه دوران الارض حوالين نفسها وحوالين الشمس، فبيعمل ايه يعني، وعنده طاقه جامده فبتطلع في الثوران بتاع البركان ده. طيب.